بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وبعد. معاكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. النهاردة معانا حلقة كده متميزة إن شاء الله، وبفضل الله متميزة، ما عملناش زيها قبل كده في القناة. يلا نكمل حلقتنا، ولكن بعد الانترو البسيط خليكم معانا. رجعنا لكم تاني، ومعانا النهاردة كتابة أحد أصدقائنا الحلوين على القناة بتاعتنا. هو كتب صورة الناس بخطه بالقلم الرصاص، اللي هو القلم ده، قلم الرصاص اللي هو ده. فاحنا جايين النهاردة نرد عليه بفيديو ونقول له شكرا، نقول له شكرا ان انت بتتمرن معانا، ونقول له شكرا ان انت ادت لنا الحافز ان غيرك برضو يتمرن معانا. ولكن الكتابة بتاعته زي ما هي باينة قدام حضراتكم كده، فيها شوية ايه، هي جميلة جدا، كتابة جميلة جدا، ولكن ممكن يكون فيها افضل من كده. هو طبعا بيحاول يحسن خطه بالقلم العادي او القلم الرصاص، ولكن الكتابة بتاعته جميلة جدا وممتازة جدا، بس فيها شوية ايه، يعني زي ما بقولوا ايه، فيها تريكات كده. التريكات دي احنا مع بعض كده هنحاول ان احنا ايه نتكلم فيها شوية. تعال نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالقلم الرصاص، حرف السين اهو والميم. الكتابة يا رب تكون واضحة قدام حضراتكم. لفظ الجلالة، أنا بحاول على قد ما أقدر أبعد القلم ابني يقدر يكتب زي ما احنا بنكتب كده. طبعا يقدر يكتب، انا شغال مع ابني حاليا بحاول احسن من خطه. طيب، حد برضو سألني سؤال وقال لي اشتغل مع ابني بالقلم الرصاص ولا بالقلم الجاف. هقول لك على طريقة في اخر الفيديو هتخليك تشتغل مع ابنك بطريقة ممتازة، وتخلي خطه يتحسن ان شاء الله، بإذن الله بدرجة كبيرة ان شاء الله خطه يتحسن. لا، ومش خطه يتحسن بس، احنا قلنا في البداية ان خط ابنك مش هيتحسن معانا وبس، ولكن ان شاء الله بإذن الله ناويين ان احنا نطلع ابنك فنان. ليه ما يعملش لوحة فنية؟ لا، يعمل. قل اعوذ برب الناس، القاف اهي بتلف دوران وبتعملها رقبة وبتطلع لفوق، وبعد كده بتنزل لتحت وتلف تعمل حرف اللام. قل أعوذ، العين بتعمل حاجة بالعين بالشكل ده، ومن هنا بتمشي اهو، وحرف الواو. الحاجة البسيطة بس اللي ايه اللي في كتابة الأستاذ اللي بعت لي الكتابة بتاعته، ان ما بين كل حرف وحرف مش يعني ايه مش واخد راحته كويس، شكل الحرف نفسه عايز شوية تعديل، ولكن والله كتابته ممتازة جدا. قل أعوذ بربي الناس، قلنا في نهاية الحلقة هنقول لك على طريقة تقدر بيها تحسن خط ابنك وبسهولة إن شاء الله. ملك الناس، ركز مع حركة القلم، وخلي ابنك يركز مع حركة القلم أثناء عملية الكتابة. إن شاء الله الاستفادة تكون أفضل والاستفادة تكون أعظم. إله ملك الناس، إله الناس، انا بكتب يعني ايه، بحاول اكتب شويه بسرعه وشويه امشي ببطء علشان اصحابنا وحبايبنا الصغيرين اللي بيتفرجوا علينا وعايزين يشوفوا القلم ماشي ازاي. من شر
الوسواس. الخناس. الذي. يوسوس. في صدور الناس الفاء مع الياء بتيجي بالشكل ده. الفاء مع الياء بتيجي بالشكل ده. انت مطلعها لقدام كده. في صدوري من الجنة والناس. هنشكل برضو. اهو دي الكتابة بتاعتنا. لما نيجي نبص للكتابة بتاعتي وكتابة الأستاذ اللي كاتب هتلاقي قريبين من بعض، قريبين من بعض، ولكن في حاجات بسيطة كده يعني بتميز خط عن خط تاني. حلو جدا. تعالوا بقى ايه نشكل كده بالراحة. قل. التشكيل بيبقى فوق اهو. أعوذ. بربي. الناس. ملك. الناس. الناس. إله. الناس. إله الناس. من. شر. الوسواس. الخناس. الذي. يوسوس. في صدور. في صدور الناس. من. من الجنة والناس. الكتابة اللي قدام حضراتكم دي طبعا بالقلم الرصاص. ازاي اختار لابني قلم رصاص يكون نظيف؟ القلم الرصاص اللي معايا ده بتاع ابني، والله بتاع ابني، ابني ادم. خدته منه وحتى ما حاولتش ان انا ابريه، قلت هكتب بيه زي ما هو علشان الخط يطلع ايه، يطلع واضح زي ما هو قدام حضراتكم كده. انا ظبطت الكتابه بتاعتي ازاي او بمشي بالكتابه بتاعتي ازاي؟ طبعا انت بتركز مع كل حرف بكتبه ومع كل كلمه بكتبها وبتبدا ان انت تعمل لها تقليد. من الجنة والناس. المن. من وبعد كده بسيب مسافة وبعمل حرف الألف بتاع الكلمة اللي بعدها، والجنة وبعدين بسيب مسافة وبعمل حرف الواو بتاع الكلمة مثلا اللي بعدها. ما بخليش الكلام كله متراكم على بعضه، وإن كان متراكم على بعضه هيبقى الشكل العام للكتابة مش كويس. طيب تعالى، أنا عايز أعلم ابني، أعلمه بالقلم الرصاص الأول ولا أعلمه بالقلم الجاف الأول؟ ممكن تعلمه بالقلم الرصاص وممكن تعلمه بالقلم الجاف على حسب استجابة الطفل نفسه للكتابة. ابنك وهو صغير
اوعى تقول ان هو خط وحش، اوعى تقول ان هو خط وحش، خطه حلو، ولكن هو ممكن يكون خطه مش مرتب شويه، ولكن عليك انت دور اساسي ان انت تقدر تخلي ابنك خطه حلو. يعني ابنك برضه ما تقولوش انت فاشل، لا، لو انت قلت له انت فاشل، الفشل من عندك انت، لانك ما حاولتش معاه، ما حاولتش معاه. يبقى تحاول معاه ازاي؟ تتفرج على فيديوهاتنا، تخلي ابنك يتفرج معاك على فيديوهاتنا. الطريقه سهله وبسيطه جدا يا جماعه، احنا عملناها قبل كده وهنعملها تاني لحضراتكم. الطريقه بتقول ايه؟ انك مثلا، انا كتبت، انا عايز اكتب مثلا ابني صغير، فانا عايزه يكتب زي خطي او افضل من خطي كمان، فاخليه يكتب ازاي؟ انا ممكن مثلا خدت المقطع ده من الجنة والناس، باجي انا مثلا هنا كده، انا كوالده بعمل كده، بكتب اهو، مشيت مع الاستاذ محمد واحده بواحده اهو، ومشيت بالقلم الرصاص اهو، حاولت ان انا اقلد الكتابه، انا اكبر منه فانا فاهم عنه شويه اهو، وحاولت ان انا اقلد الكتابه بتاعت محمد ابو المجد اللي هي قدامي دي اهو، وبكتبها بالقلم ايه؟ بكتبها بالقلم الرصاص قدام ابني اهو. تمام، حلو جدا. اخلي ابني بقى يعمل ايه؟ بالقلم الجاف ويعيد على الكتابه، وطبعا يكون شاهد الفيديوهات بتاعتنا اهو، بيعيد ابنك على الكتابه، مليون في الميه هيعرف شكل الحرف اهو، من الجنه والناس. طبق الطريقه دي مع ابنك، وانا متاكد مليون في الميه هتلاقي خطه بيتحسن، وهتلاقيه بيحب الخط واحده واحده، وخطه هيتحسن بطريقه كبيره. طيب انا ابني يا استاذ محمد ما بيعرفش يمسك القلم، وما شافش الفيديوهات بتاعتك قبل كده اللي بتقول فيها ازاي ابني يمسك القلم، فمن فضلك قول لنا ازاي ابني يمسك القلم. او يمكن انا ما بعرفش امسك القلم، او بمسكه بطريقه خطا، او بمسكه بطريقه صح ومش متاكد ان كانت الطريقه صح ولا غلط. طيب ماشي، الطريقه سهله جدا يا جماعه، تعالوا نطلع بس لفوق شويه كده. تمام، حلو جدا. الكراسه بتاعتي احنا قلناها قبل كده وهنقولها تاني. الكراسه بتاعتي، نتكلم عن الكراسه ولكن بعد ايه مسكه القلم. القلم بتاعي قدامي اهو، والقلم الرصاص قدامي اهو. ازاي امسك القلم بتاعي ده؟ ازاي امسك القلم بتاعي بطريقه صحيحه؟ هحط ايد ابني كده، ايد الطفل او ابني، ايدي قدامي كده اهو، تمام؟ وباجي امسك القلم من هنا كده اهو، وبحط له القلم كده، بحط له القلم كده، تمام؟ وبخلي ابني يعمل صبعه ده، يعمله كده اهو، ويعدي القلم، يخلي القلم ايه، يرتكز على الجزء ده كده، الجزء ده هو اللي بيحتضن القلم، تمام؟ ومن هنا اخلي ابني يمسك كده القلم بالصبعين دول، الصباع ده والصباع ده كده، واخليه يزنق الصباع ده والصباع ده بالقلم جوه كده، وهنا اهو كده. ابني يا استاذ محمد، شايفين القلم عامل ازاي؟ ابني يا استاذ محمد مثلا بيمسك القلم كده وبيكتب، مستحيل يعرف يكتب صح والكتابه بتاعته هتطلع خطا. طيب ابني بيمسك القلم كده وبيكتب، مستحيل يعرف يكتب صح والكتابه بتاعته هتطلع خطا. طيب يعمل ايه؟ الكتابه بتاعتك او ابنك لازم يمسك القلم، يسيب مقدار عقله، مقدار عقله، مقدار عقله ما بين سن القلم وما بين صوابع ايدك اللي فوق دي. تمام، الصبعين دول انا مسكت بالثلاث صوابع دول، الصبعين دول ايه لازمتهم؟ ما بيعملوش حاجه، الصبعين دول ممكن بيكونوا مرتكزين مرتكزين كده على ايه؟ على الكراسه. طب ابني خطه حلو كل حاجه، ولكن بيتعب بسرعه من الكتابه، لانه ما بيكونش مريح ايده، ما بيكونش مريح ايده. انا ما بضغطش بالقلم كده، يعني ما بضغطش بايدي على الكراسه وبكتب، لا، انا ايدي مرتاحه خالص وانا بكتب اهو، مرتاحه خالص، تيجي يمين تيجي شمال، تمام، لكن ما تضغطش. لو ضغطت كده هتلاقي ايديك تتعب بسرعه، ومش هتقدر تكمل وقت كبير بتكتب لو في امتحان او شيء. تمام، حلو جدا. كذلك القلم ايه، الرصاص، نفس النظام، الصبعين دول اهم، وبتحط دي الحته دي بترتكز على الجزء ده، ومن هنا بتخلي القلم يتمسك كده، تمام. سبت مسافه قد ايه؟ نفس الصباع اهو، نفس العقل اللي احنا قلنا عليه،
ما يجيش برضو امسك القلم كده، وما يجيش برضو ابالغ وامسك القلم من فوق خالص كده، تمام؟ يبقى الفكرة سهلة جدا وبسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف حاجة سهلة جدا، وهي ازاي الكراسة، احنا قلناها قبل كده وهنقولها برضو لحبايبنا اللي دايما بيطلبوا ان احنا نعرفهم كل شيء جديد. الكراسة بتاعتنا او المكتب بتاعنا في المنطقة دي كده، وانا قاعد على الكرسي هنا، ده الكرسي بتاعي والمكتب بتاعي هنا، تمام؟ الكراسة بتاعتي كده، والسطور بتاعت الكراسة، سطور الكراسة عاملة كده قدامي. لما تبقى بالشكل ده قدامي كده، يبقى الشكل ده ايه؟ خطأ. شكل الكراسة قدامي كده خطأ. الصح يا أستاذ محمد ان الكراسة بتاعت، ان المكتب بتاعي هنا والكرسي بتاعي انا قاعد كده قدامي هنا اهو، بطريقة سهلة خالص. والكراسة بتاعتي لا، ما تبقاش ايه، رأسية كده، لا بميلها شوية اهي، بميلها بالشكل ده. حتى انا ممكن اكون ببالغ شوية علشان ايه الفكرة توصل لكم. الكراسة بالشكل ده راحة ناحية اليسار قليلا، اليسار قليلا، السطور بتاعتي قدامي عاملة كده بالشكل ده، بحيث ان انا اقدر اشوف ايه يعني ده كده. الشكل ده شكل صحيح، الشكل ده شكل صحيح اهو، الشكل ده شكل صحيح، والشكل ده شكل ايه؟ خطأ. يعني انا اقدر اشوف السن القلم اللي انا بكتب بيه، انما بالطريقة دي، الطريقة الخطأ دي اهي، مش هقدر ان انا اشوف سن القلم اللي انا بكتب بيه. فلازم الكراسة اعوجها كده شوية، باللهجة المصرية اعوجها كده شوية، او بالفصحى ان انا اميل الكراسة، اميل الكراسة، تمام؟ يبقى كده بالشكل ده انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الفيديو للنهاية ما تبقاش يعني ايه تاخد المعلومة وتجري، تاخد المعلومة وتجري، لا اضغط لايك للفيديو، اعمل اشتراك في القناة، سيب لنا لو استفدت مننا ولو بمعلومة بسيطة، سيب لنا كومنت كده ظريف، ولو في عندك اي نقد برضو سيب لنا كومنت في التعليقات. ده تحسين خط للاطفال والصغار والكبار ايضا، في بعض الناس كبيرة ولكن خطها سيء او خطها مش حلو. وفي الاول وفي الاخر بنشكر الاخ اللي بعت لنا كتابته، وهي سورة الناس اللي عملنا بيها الفيديو النهاردة. وبرضو في تحت في الديسكريبشن تحت فيديوهات وروابط لفيديوهات مهمة جدا لتحسين الخط بالقلم العادي، ان كان قلم جاف او ان كان قلم رصاص. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اترككم في رعاية الله وامنه. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. في شاشة النهاية اللي هتظهر قدام حضرتك حالا هسيب لكم برضو بعض الفيديوهات الهامة لتحسين خط أولادكم بإذن الله. مع السلامة.